وائل ومنا سيب ايدي النسخة المصري سيب ايدي سيب ايدي انا جيت جنبك سيب ايدي بعد الهجوم الشديد على كليب سيب إيدي والقبض على صاحبته رضا الفولي وحبسها، أثار ذلك موجة من الجدل حيث انتقد البعض حبسها هي دون غيرها. فهناك راقصات قد ضمنت لقطات الإباحية في الأغاني، مثل الراقصة شاكيرا التي قدمت كليب سي السيد والذي أغضب الجميع بسبب طريقة الرقص والألفاظ الخارجة، والراقصة صوفيا التي تقوم برقصات مغرية في الأفلام والمسلسلات. والراقصة صوفي نار التي اشتهرت بالمشاهد الكثيرة. أما الراقصة برديس فقد قامت بعمل كليب يا وادي تقيل والذي أغضب عشاق الفن الجميل. وكليب هيفا وهبي الذي أثار جدلاً شديداً. ومن المؤسف أن ما نراه في الكثير من الأغاني أو المسلسلات يحتوي على مشاهد إغراء وألفاظ خارجة، مثل أزمة فيلم حلاوة روح وفيلم ريجاتا الذي لم يسلم من الانتقادات فور نزول البرومو بسبب الألفاظ الخارجة. وفي كثير من المسلسلات التي تحتوي على المشاهد الخارجة التي لم تراعي شهر رمضان الكريم. والشيطان ما بيصدق. وسؤال، ماذا لو طبقنا على كل الكليبات والأفلام والمسلسلات نفس المعيار الذي طبقناه على كليب سيب إيدي؟ هل يدخل بعض الفنانين المشهورين السجن؟ مشاهدينا نحييكم من جديد. هنطلق من نفس السؤال الأخير الذي استمعنا إليه منذ قليل، ماذا لو طبقنا نفس المعيار الذي طبقناه على رضا الفولي أو سلمى الفولي اللي تم حبسها في قضية كليب سيب إيدي، ماذا لو طبقنا نفس هذا المعيار على كل أصحاب الكليبات، على بعض صناع المسلسلات وبعض صناع الأفلام، بعض ما يقدم على أنه فن هو بمثابة فعل فاضح كما تعاملت النيابة مع كليب سيب إيدي. سؤالي، هل لو طبقنا نفس المعيار سنجد عددا كبيرا من الفنانين والممثلات الشهيرات في السجن؟ وهل سنجد أيضا كل أصحاب الكليبات من التي تبحثنا عن الشهرة بالكليبات الفاضحة، هل سنجدهن أيضا في السجن؟ السؤال الأكثر أهمية، طب نتعامل مع هذه القضية إزاي؟ هل نتعامل معها بالملاحقة القضائية والقانونية، ولا زي ما بيقول البعض نتعامل معها بالتجاهل؟ يعني بعض الناس يقولوا لا، التجاهل أفضل ونسيب ده لعملية الفرز. الناس بتجيد الفرز بين الغث والسمين، بين الجيد والسيء، لكن البعض الآخر بيقول لا، يمكن التعامل مع ما نشاهده على أنه فن وده مكانه المحاكم والنيابات. القضية هيبقى معنا فيها مداخلات تليفونية، لكن داخل الاستوديو معايا الكاتب الصحفي والناقد الفني الكبير الأستاذ سمير الجمل. أستاذ سمير أهلا بيك. أهلا بيك. ومعايا الراقصة برديس صاحبة الكليب أيضا اللي أثار جدلا، وهو الكليب المتعلق بالأغنية الشهيرة للفنانة الراحلة سعاد حسني، واللي شاهدنا جزءا منه في التحقيق التلفزيون. برديس أهلا بيك. أهلا بيك. أستاذ سمير، في البداية عشان هاخد من السؤال على طول اللي الناس بتسأله، إنه اشمعنا فلانة؟ هل أنت بتطالب بتطبيق نفس هذا المعيار، نفس هذا المقياس على الجميع،
وهو ملاحقة أصحاب الكليبات، بعض صناع الأفلام والمسلسلات اللي البعض بيصنفها على إنها أيضا بمثابة فعل فاضح، هل تطالب باستخدام نفس المعيار؟ ما أنا مش معقول أطبق المعيار ده على عشان سيب إيدي، طب وسيب رجلي وسيب ممسك مناخيري واعمل ايه؟ ما سابولناش حاجه احنا كمان نمسكها يعني. لكن المعايير لازم تطبق على، لو طبقت ده على الجميع، ولو ان ده برضو هتلاقيه صعب، لان انت مقاييسك ايه في الحكايه دي؟ هل هي مباحث الاداب بقى اللي هتطبق الحكايه دي، ولا الرقابه اللي اصبحت بلا رقابه، ولا الجمهور يقدم بلاغات، ولا ايه؟ برضو خلينا نتكلم كلام المنطق، احنا رافضين هذا الكلام، المجتمع رافض الكلام ده، لكن الناس اللي بيعملوا الحاجات دي فاهمين انهم بيعملوا بطولات. وطبعا انت لما بيجي النهارده في برنامج بياخدوا شهرة، يعني اللي جه في برنامج النهارده جاله عروض 5-6، طبعا هي مش افلام، هي اسمها افلام، مش كل بتحط على شريط السينما فيلم، لكن جات لهم شهرة وجات لهم عروض وبقوا يسافروا وبيرقصوا في كبارات احسن وبياخدوا فلوس احسن. لكن على الاقل انا رايي انه مسألة التجاهل، وفي نفس الوقت احنا لازم كمان يبقى في بديل لده، في بديل لده يا استاذ وائل. يعني مش معقول يجي رمضان، ده رمضان بقى كريسماس بقى احتفال، يعني اشمعنى رمضان؟ يعني احنا طول السنه هلكانين عباده قوي عشان نيجي في رمضان بقى نتسلى 70-80 مسلسل؟ طب فين المسلسل تاريخي؟ مش هقول ديني، عشان في بعض ناس كده لما اول ما تقول الدين يجي لهم حساسيه زي البيض والفراوله. ده شهر الدين، شهر يعني غسيل ومكوى وظبط زوايا في رمضان، 70 مسلسل في رمضان، وكله بقى اللي ما بيشربش سجاير في حياته كلها يشرب سجاير في قلب المسلسل. يعني انا حسبت الواحد كده لقيته 18 خرطوشه على طول الشهر كله، وغير المخدرات وغير الانحراف، وكان مصر ما فيهاش غير هذه النماذج. انت شفت مسلسل واحد في انا بكلمك بقى عشان الناس تبقى عارفه، انا بتكلم ككاتب سيناريو، بتكلم عن الراجل المسؤول عن اقسام الفنون في مؤسسه زي الجمهوريه لمده 20 سنه، وانت عارف ان انا عملت الفن بالاخلاق، وكانت احسن صفحه في مصر كلها بشهاده الجميع ايام احمد زكي الله يرحمه كموديل. يعني لانه صحافه النميمه دي كمان غرف النوم، انا مش هتتبع الناس عورات الناس، ولازم نفصل بين الحاله دي كبني ادمه ليس لي علاقه بيها في حياتها الخاصه، ماليش علاقه بيها، ليه علاقه بالفعل اللي عملته على الشاشه بس، اللي بتقدمه على انه فن. اما حياتها الخاصه الناس بتخلط بقى الورق ده، انا مش واصي على الناس، لكن واصي على الفعل ده. ولذلك احنا لما بنعمل خطا وكلنا بنخطا، احنا بشر، بيبقى ربنا تواب رحيم عشان بنعمله في الديره. لكن لما انا اطلع ده اسمه اشاعه فاحشه، لا ده الموضوع اشاعه فاحشه. طبعا. طيب انا هاخد من ده هسال برديس، او اول سؤال هيجي في الاذهان، البعض هيقول لك طب هي برديس ليه مش في السجن هي كمان مع رضا الفولي؟ اشمعنى؟ وحتى قبل ما تجاوبي فيه، يعني منشط كان صحيفة اليوم السابع اليوم نشوفه يا جماعة، كان قال انه اهو الكلبشات في انتظار نجمات مسلسلات رمضان، وتحت مكتوب بوضوح لماذا لم يتم القبض على برديس وشاكيرة وصفيناز. ده سؤال البعض بيسأله، ليه انت كمان مش في السجن؟ طبعا انا يعني جاية النهاردة مش عشان اتكلم على موضوع رضا الفولي، لان هي موضوع وانا موضوع، ده مش كليب، وانا ما بغلطش في حد، بس كل اللي اقدر اقول لحضرتك هو ده يعني ما ينفعش يتحط تحت مسمى فيديو كليب، لان الموضوع كله قصه كلها ديت اتصورت في مكان، يعني اظن الجرايد كلها كتبت بعد ما كانوا سهرانين، دي بكاميرا عاديه جدا متصوره ونزل على اليوتيوب. ده لو كان فيديو كليب كان نزل. انت قايله انه ده معمول بعد او بعد سهره حمراء او من اجل. بص عليك، لما هي بتقول اشمعنى برديس لما هي اتبهدلت في موضوع الحبس والكلام ده كله، انا موضوع يختلف عن رضا الفولي. ازاي دي ما هو اللي بيقع بيقول اشمعنى فلان ما هو بيعمل زيي؟ لا حضرتك انت بتتكلم بتقول اشمعنى فلان، يعني انا فنانه نقابيه، انا معايا مصنفات مهن تمثيليه، مصنفات للرقص الشرقي، وبدليل انا موضوعها ده غيري، انا من عشان اخد ختم زي دوت ماشي، انا ليا ضرايب وليا نقابه وليا فيشات بتتعمل كل 3 شهور علشان انا يبقى معايا الورقه ديت. بس ده يخليكي بالعكس، ده يخليكي مسؤوله اكتر. مسؤوله اكتر بالنسبه ان انا اعمل فيديو كليب ماشي، ده ليه تصريح لجمعية ملحنين ومؤلفين بتديني تصريح للأغنية. أنا كانت عندي مشكلة في موضوع أغنية يا واد يا تقيل، أنا وقفتها احتراما لأستاذ بهاء وأستاذ كمال،
مش اكتر بقى جاهين. بقى جاهين لانه الراحل المبدع صلاح جاهين طبعاً أنا يتألم في قبره وسعاد حسني ايضا تتألم. والله ابدا انا الموضوع على فكره بالنسبه لي مش هي تتألم في قبرها والكلام ده كله. بالنسبه لي ان انا يعني حبيت اعمل حاجه انا بحبها جدا. انا حبيت اعمل حاجه من التراث القديم, حاجه فيها نوع من الدلع. في بعض الناس اخذتها بطريقه مش كويسه وفي ناس اخذتها عادي, الموضوع عدى وانتهى. لكن انا موضوعي يختلف خالص عن موضوع البنت اللي ما انا خليني في ده. هي كمان قالت ما يعني انت حتى بدات اشمعنا فلانه وفلانه, يعني قالت اشمعنا برديس, وحتى دخلت على الشهيرات اشمعنا هيفاء وهبي. لكن ما هو انت كمان عامله زيها يعني انت حضرتك يعني هتجيب ايه الفارق بين لا يا واد يا تقيل باسلوبك وبين سيب ايدي ولا سيب رجلي زي ما بيقول الاستاذ سمير؟ ما بقول لحضرتك سيب ايدي ده ما ينفعش يتحط تحت مسمى فيديو كليب ابدا. ليه 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 وليه انت بتقولي عليه اباحي وانت عملتي نفس هذا العمل؟ لا سوري في الكلمه, انا ما الكاميرا لو حضرتك عدت الفيديو كليب بتاعها شوفي الكاميرا هي جايباها بطريقه, عشان ده مش تصوير من مخرج ولا تصوير لفرقه. انا امال الكاميرا جا لا فاهمين يعني لا شرح. يعني انا ما انا مش عارفه اتكلم على الفيديو كليب بتاع سيبي دي لان انا مش شايفه ان ده فيديو كليب. ده عادي, ده حد ماسك كاميرا وبيصور حاجه بين شخصين. لكن انا الموضوع بالنسبه لي انا ما دخلتش نفسي فيه, هي ما قارنش نفسها بيا. كل الموضوع يعني بصوا الايام هتدور اهي, هترجع وهتطلع وهتشتغل, هتبقى هتاخد افلام وبطوله. لان احنا شعب هو اللي خلى قصه ان الافلام كلها يبقى لازما فيها الاغاني اللي هي طالعه بره الفيلم عشان تشتغل, لان الافلام كلها ما فيهاش اي قصه هادفه لاي موضوع. هي اللي خلوا ان كل اغنيه لازم يبقى فيها بيلي دانسر عشان تشتغل, عشان الفيلم يتباع على اساس الاغاني دوت. اللي هي التحابيش الاباحيه والجنسيه دي بالظبط. هم خلوا كل يعني عايزه اقول لحضرتك ان يعني انا مثلا بدا في موضوع التصوير ده ما كملتش بقالي سنه ونص. يعني عايزه اقول لحضرتك انا بعد فيديو كليب يا واد يا تقيل الشغل معايا اختلف اكتر ما كنا بنشتغل. انا عندي فرقه استعراضيه كبيره يعني بتاعتي انا مسؤوله منها وكلهم موسيقيين في النقابه وفي منهم اعضاء برضو في قلب النقابه. كل الموضوع بالنسبه لي احنا بنشتغل الحمد لله دلوقتي كويس احسن من يعني من الاول برغم اثاره الجدل لفيديو كليب يا واد يا تقيل. لا هو فعل فاضح ايضا يعني صح. يعني يا واد يا تقيل ده هو فعل فاضح. يختلف ايه عن سيب ايدي؟ ما تقوليش انا ما هو لا 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 يعني هو سيب ايدي فيديو كلاكما ارتكب نفس الجريمه, فاذا هي في السجن فالبعض هيقول انا مش انا طبعا مش عايز اقول انه انا لا ليس مش سلطه اتهام انا لكن سوري في الكلمه بنفس انا ما اكونش اشمعنى انا ما اكونش يعني سكرانه واجي بيني وبين واحد اصور بكاميرا وانزلها على اليوتيوب على الصفحه او على الفيسبوك او على تويتر وجوجل والكلام ده وفي الاخر اجي اقول اصل انا عامله كليب واشمعنى فلانه. لا حضرتك الكليب اللي انا عاملاه ده كان ليه اعداد من مخرج هيثم عنتر, ليه فرقه استعراضيه بنات كانت موجوده. هي بس كانت حصلت شويه لخبطه في جمعيه المؤلفين والملحنين على التصريح بتاع الاغنيه. احنا استعجلنا في الوقت مش اكتر, لكن كل ترتيبات للفيديو كليب دوت ممكن يكون حصل مثلا فعلا في كام حركه مش كويسين, وانا احتراما للناس انا لا ما هم اللي مش كويسين دول ما هي كمان هي في السجن بسبب كام حاجه مش كويسين. ايوه بس انا مش كويسين يعني في اختلاف بيني وبينها في مش كويسين. انا ما ينفعش اقارن بدي اصلا, مش غرور ولا حاجه بالعكس. انا بحب الناس كلها وانا كشخصيه من جوايا حد متواضع جدا وبحب الناس كلها, بس دي ما ينفعش اقارن بيها. انا مش عايزه اغلط في حد, بس هي ما ينفعش تقول اشمعنى برديس. انا وضعي غير وضعها خالص. هي بتدفع ضرايب بتعمل نقابه. طب انت يعني انا شايف المشاهد دي يا برديس هل تختلف؟ يعني هل احنا امام عمل فني ولا عمل اباحي؟ الفنانه الجميله سعاد حسني كانت رمز لايه؟ مش للدلع؟ لا رمز للدلع والانوثه المحترمه التي تخاطب هتخاطب فيك العقل والراحه النفسيه اكثر من الشهوه. حد شاف سعاد حسني وتعامل معاها بالشهوه ولا بالاباحيه؟ عموما يا اختلاف الاذواق برضه برت السلع, بس انا مش شايفه ان الموضوع بالنسبه لي انا في اي حاجه مثيره او كده. انا عن نفسي شايفه ان الفيديو كليب انت شايف في فارق يا استاذ سمير؟ انا بقول لو اعملنا نفس المعيار انت شايف يعني في فارق؟ موضوع رخصه ولا مش رخصه؟ ما هو اللي فاتح خماره معاه رخصه, وبيوت الدعاره ما كان ليها رخصه,
يعني في فرق بين اللي كان في بيت دعارة وفي فرق بين واحدة بتخون جوزها ولا بتخون أي حد تاني أو بتخون نفسها في بيت تاني. الفعل هو الفعل، الرخصة ومش الرخصة ده مش مبرر يا أستاذ وائل. انت بتتكلم النهارده هي بتدافع عن اللي هي بتعمله. انا مش بتكلم على ان انا معايا مبرر. استنيني بس لو سمحت. انا مش بتدافع عن اللي هي بتعمله مبرر. انا بتكلم ان ده مش فيديو كليب، لكن انا انت ده فيديو كليب وليه ترتيبات. الكاميرا الكاميرا او مش الكاميرا هي مالهاش علاقه بالكاميرا، ده بتتكلم في شغل فني جابوا كاميرا وهي سكرانه وهي نايمه. هو ده عباره مش فيديو كليب، هو ده عباره اتنين متصورين ونزل نفس الاداب. شايفه ان دوت فيلم اباحي. انت اللي انت عاملاه انت مقتنعه بيه، انت حره فيه. لكن احنا بنتكلم في نفس الفعل سواء هي او غيرها او حتى هيفاء وهبي. هيفاء وهبي خدت قيمتها منين؟ من فيلم، من عملين فنيين. لازم نفرق حاجه بس عشان الناس تبقى عارفه. الرقص الشرقي كرقص شرقي كل اللي عمله نجوميه ما عملهاش من خلال الرقص. ساميه جمال عملتها من خلال السينما، وجودها في خلال السينما. تحيه كاريوكا وخلال وجودها في السينما. نجوى فؤاد عملتها من خلال وجودها في السينما، ونجوى فؤاد دي انتجت افلام، دفعت خدت فلوس من الرقص وحطتها في السينما. واخد بالك؟ انا مثلا غيرنا شويه في الرقص لما جت شريهان اللي عامل في كريستال، ما كله رقص. فرقه رضا احنا ليه ما كناش كنا فخورين بفرقه رضا؟ ليه؟ لانه حطوا الرقص في اطار تعبيري، بقى فيه فن. مش قضيت بقى جبت كاميرا وهم سكرانين وهم عاملين. هي مش قصه كده. مين اللي خلى الافلام تكون لازما ليها اغنيه؟ دي واحده بس، دي واحده، دي واحده، دي واحده. ما قبل ما تعبوا الفنانات يشوفوا الرقابه وتشوفوا الافلام والمنتجين والمنتجين. انتوا شايفه يعني انه يعني دي توليفه بيعملها خلاص صناع الفن دلوقتي؟ خلاص انتوا لازم بقى تتعمل اي اغنيه. ودي افلام اللي بتتعمل. طب خلاص ده مش دورنا احنا. طب استني بس عشان مش دورك يبقى استنينا انا اتكلم بقى. ده يا استاذ وائل لازم نفهم، الناس تبقى فاهمه ان المؤامره على مصر مش بس واحد بيحط قنبله عشان يموت الناس تحت الكوبري، ده اخطر، ده اخطر. وعشان تقدر تمنعه لازم تحط شيء جيد، ولازم تتجاهل ده لان انت مش هتقدر تمنعه. خلينا نتكلم كلام منطقي. بتعمله النهارده بيجيبوا لك على قمر هندي وعلى قمر باكستاني وعلى قمر مش عارف منين، فانت مش هتقدر تمنع ده. واذا منعته ده مش هتمنعه من النت. اللي نقدر نعمله ان احنا نطلع فن جيد. الدوله لازم تتكاتف في ده، ورئيس الجمهوريه لما يقف على مشهد على رؤوس الاشهاد وعلى نجوم كبار يقول لهم والله هتتحاسبوا، ما كانش بيقول الكلام ده اعتباطا، كان بيقوله ويعني لما اشار للفنانين. لان حضرتك كان موجود الاعلام وانا اعلاميين وشعرنا بيض في الاعلام. الاعلام يساهم في هذا، القنوات الفضائيه تساهم في هذا، برامج الهاكس اللي انت شايفها دي تساهم في هذا. في كميه غسيل اموال من السلاح ومن الدعاره ومن المخدرات داخله في الفن بشكل قوي جدا. واتحدى انه حد يقول لي لا. انت النهارده 70 مسلسل السنه اللي فاتت، خلينا في غير الطوفان اللي جاي لنا ان شاء الله. اشمعنى رمضان؟ لانه عايزين يحولوا رمضان من شهر عبادات الى شهر مسلسلات. انت عندك السنه كلها 11 شهر. الناس مش ضد المسلسلات، الناس عايزه تسمع وعايزه تتفرج وعايزه تشوف حاجه جد. فين ابطالنا؟ فين شهدائنا على 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 الشاشه؟ فين كبار كتابنا على الشاشه؟ فين محفوظ عبد الرحمن؟ فين عاطف بشاي؟ فين كرم النجار؟ فين احمد عوض؟ فين كل دول؟ مش موجودين ليه؟ لان دول مش ترزيه. دول ما حدش هيقول لهم والنبي اعمل لي دور عشان فلانه. هي وهبي دي خلينا نخش النموذج الاكبر، سيبك من الجماعه دول. بتعمل ايه؟ قيمتها ايه؟ قول لي كده لو طلعت وغطت صدرها مش هتعرفها. هي واليسا والمجموعه دي انا اللي شفت يعني وشها عرفها من وشها. والله مش هتعرفها لانها مش هي بتكسكسي في وشها، لكن دايما صدرها لازم. واليسا نفس الحكايه، ودول لا بيغنوا ولا بيرقصوا. وواحد اسمها مش عارف مريان ولا اسمها ايه طالعه مع البتاعه كمان اللي طالعه لنا عروسه، تحطها للكبار فقط، ابله فهيطه وابله رزيله. لا ده في مؤامره، مؤامره على البلد من خلال الاعلام والقنوات الفضائيه. يعني مش عاجبه اي حاجه ولا ابله فهيطه ولا اي لا حاجه. لا مفيش حاجه اسمها مش عاجبني ولا مش عاجبني. دي شغلتي انا فيها كويس. هم اللي عاملين الكلام ده. انت عايزه ترد عليهم كلهم ولا تتكلمي عن نفسك؟ انا هتكلم عن نفسي وعن كل المصريين. طب بتكلمي عن نفسك في حدودك انت استاذ سمير. رايك يا اما حضرتك ما يهمنيش. ايه رايك يا اما حضرتك ما يهمنيش. وانت طبعا اصل رايي مش هتقتنع بيه لان انت لا مش على مستوى رايي. خليك يعني انت في الرأس بتاعك وخلي في حاجتك ربنا يسهلك. مش على مستوى رايي ولا الكلام ده كله. يا انا حضرتك ده دلوقتي احنا بنتكلم في برنامج. انا مش عايز اتناقش معاكي، انا بتكلم في قضيه والله. انت اتكلمي في اللي يخصك. معلش مع احترامي ليك. طب اديني برضه فرصه اتكلم زي ما حضرتك ما بتتكلم. استاذ وائل وانا اتكلم. استاذ وائل انا دلوقتي بتكلم في قصه ان اشمعنى المصريين اللي بيواجهوا قصه الانتقادات الجامده ديت.
فين الرقابه برضو على الاجانب؟ فين الرقابه على الناس دي كلها اللي هي جايه من بلاد بره؟ انت عايزه تقولي يعني في فنانات وممثلات قادمات من الخارج ما بنطبقش عليهم نفس المعيار؟ بالظبط. اشمعنى احنا هنا بيطبق علينا الكلام ده كله مع عدم مقارنتي برضا الفولي وسلمى الفولي والكلام ده كله؟ يعني انت بتقارنيها بام كلثوم مثلا؟ لا مش قصه كده، كل واحد ليه دماغ مقتنع بيها. انا بتكلم انتوا ليه بتطبقوا القوانين دي على المصريين هنا؟ اشمعنى الاجانب بيجوا هنا وبيعملوا اللي بيلبسوه وبيعملوه والقصص دي كلها، واحنا يعني اي حاجه بسرعه والحكايه ليه اشمعنى؟ ما هو ده جزء. انت حضرتك برضه مش معترض على النقطه دي؟ ده جزء من الموضوع. لا انا شوف، انا اذا طبقت ده هطبقه على الجميع. ما في انت جاي عايزه تقولي مثلا جايز النموذج اللبناني احنا بنسيبه ليه في مصر اكثر تحررا يعني وما بنتكلمش؟ لا يعني الباحث عن فن، ما هو ده بالتاكيد اللي انت بتركز عليه. انا هيفا وهبي ما هي فنانه كبيره اهي، ولا كبيره ولا حاجه؟ كبيره لا في إيه؟ كبيره طبعا. كبيره في ايه؟ كبيره في السن. لا كبيره. اقول لحضرتك انت نفسك بتقعد تتفرج عليها. انا بتفرج عليها والله. انت كنت معايا في البيت وانا بتفرج عليها؟ لا 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 خالص، انت بتتفرج عليها. لا ما بتفرجش عليها. وبدليل ان انت بتتكلم عليها يبقى انت اتفرجت عليها. ما انت شفت ازاي؟ شفت ازاي ايه؟ ما هي موجوده في كل حته، تفتح حنفيه المايه تطلع لك كيفها. طب ماشي، ما هو انت فتحت حنفيه المايه عارف انك هتتفرج على فنانه. وبعدين انت مشكلتك هي اللبنانيات. انا اللبنانيات انا ما بتكلمش على اللبنانيات خالص، انا بقول ما هي فنانه. سواء اللبنانيه انا بتكلم على وجود الاجانب في مصر. على ده جزء بص من حضرتك الأمر البلد دي لو كل واحد بياخد خيرها فيها لنفسها مش هيبقى كل واحد لينا حد متغرب بره. وانت بترقصي بره ولا بترقصي جوه؟ انا بيجي لي حفلات بره وبطلع اعمل حفله بره، بطلع ضيفه وانزل، لكن ما اقعدش فيها متطفله. ربنا يسهلك، سيبك من التطفل والبتاع، احنا مش هنكلم. بس خلينا عشان انا ما بعيدش عن هي تيجي سيره الاجانب فاي حد ما حدش بيقدر يتكلم. ليه؟ انا هو جريئه وما ولا بكلمك عليها وفاء وهبي دي. بقول ان انا مش عايزه اقولها في مالك. وفاء وهبي دي منين؟ والاسماء الثانيه اسمها ايه اللي بتطلع دي؟ البنت مذيعه على مقدمه برامج اللي كانت طالعه عريانه دي مع ابله فايته ولا اسمها مش عارف اسمها ايه؟ مايا دياب. حاجه كده. ما تعرفش هي مذيعه؟ لا بصراحه انا شايفه ان هي مذيعه جيده ولا جدا ولا راقصه ولا ايه؟ شايفه ان هي برضو مطربه جيده جدا. انت مش شايفه؟ انت حره. ما هو نفس العمل نفس البتاع. بص يا استاذ سمير، انا مقتنع تملي ان اي حد مش عايز يتفرج على حاجه يحول، وكل واحد يعني ايه يشيل اعقاب اللي هي عمليه الفرز يا استاذ سمير، انك تسيب ده للناس يعني. والناس ده للناس. انا قلت ايه في الاول؟ هي بس وحضرتك لو عندك فرح حضرتك هتروح تختار من الفنانات اللي انت بتحبها. وانا الفرح ده ليله وبقى وتمشي الدنيا وكل ده. طب ليه لو انت شايفها حاجه عيبه وقولي اللي انت بتعمله ده في افراحك. بص يا استاذ وائل، في فرق عشان الناس تبقى فاهمه. بس الرقص الشرقي ده لا هو فن ولا بطاطس ولا اي بتاع، عشان ما يقعدوش يوجعوا دماغنا. حضرتك ما تقولش كده، ما كانش يبقى في حاجه اسمها فنانه في عبد الفنانه دينا. في عبده ما كانش ينفع حضرتك، ما ينفعش لما دخلوا مثلوا. وفي عبده مثلت معايا استاذ وائل. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه عشان هو برده ما ينفعش الكلام دلوقتي. الرقص دوت يعني ايه؟ ده من معالم السياحه موجوده في مصر، معالم السياحه في الكاميرا. ايوه بس انا بتكلم عن انا بتكلم عن الكليبات الاباحيه، استخدام الرقص في كليبات اباحيه. بيعملوا مهرجانات بملايين عشان الرقص الشرقي ده حضاره، ما خلوش جم اتعلموه من هنا. انا ما بدافعش عن الرقص الشرقي، بس انا بتكلم ان هو من معالم الحضاره، دي سياحه. طيب السياحه يروحوا الناس في السياحه، انا مش واسع الناس. ما هو بيجي بتاع السياحه ده عايز يشرب عايز يعمل، انا ماليش علاقه بيه. برضه استاذ سمير بيتكلم وبينتقد نفسه. حضرتك قلت لك يعمل هو لو انت من الجمهور اللي بيتفرج. طيب انا بس عشان ما ابعدش عن القضيه فردي، انت لما بتيجي خلينا ابدا بالبدايه، لانه الحقيقه صناع هذه الكليبات هم قبيله واحده. يعني انت لما بتيجي تعملي كليب زي ده انت بتعمليه لهدف، وهو الهدف انك بتخاطبي الشهوه للعقل، الغرائز للفن. انت مش عايزه تعملي عمل فني، وبوضوح انت بتعملي عمل بتركزي فيه على الاباحيه والمشاهد الفاضحه، علشان هو ده اللي هيفتح الابواب لك. بوضوح هو ده الهدف ولا لا؟ يعني حضرتك طبعا انا كلام حضرتك طبعا انا فاهمه كويس. احنا بنتكلم بصراحه، انت بتقولي البدايه بتبقى كده علشان الناس تعرفني وعشان تتحقق هذه الشهره. انت عامله الكليب يا واديه تقيل عشان كده؟ والله عايزه اقول لك هو ما كانش في دماغي الموضوع يجي كده خالص، لان انا اصلا حابه مجال التمثيل اكتر من الرقص الشرقي. وهو فعلا يعني اوريدي انا دخلت في مجال التمثيل
وانا مبسوطه ان انا داخله في مجال التمثيل من الرقص، وكل الفنانات من زمان وهم من الرقص بيدخلوا على التمثيل. ده اللي حضرتك شايف ان مفيش فن اصلا وان مفيش تمثيل. لو مفيش فن ما كنتش حضرتك مش عايز ابعد عن، انا بتكلم عن فلسفه وكيفيه صناعه هذه الكليبات الفاضحه استاذ وائل. ما هي قبيله واحده بيبقى في دماغك ايه؟ بيبقى في ذهنك هي معادله إيه؟ لازم تعمل فيديو كليب في حاجات اثاره عشان الفيديو يتشاف والناس تنتقده، يبقى هو في شويه حاجات اثاره. تمام، مين اللي بيحدد بقى درجه الاثاره الموضوع وبين نفسه ايه في الجسم الأغنية. واعمل ايه في لا 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 مش موضوع كده، الموضوع نفسه الاغنيه هي اصلا بغني لمين؟ لسعاد حسني، فنانه جميله رمز للدلع لاي بنت كانت عايزه تتدلع بتشوف نفسها فيها الاغنيه. هي متغنيه بايه؟ هي اللي كانت لابسه فيها ارجع كده الثمانينات والسبعينات كان اللبس كله ايه؟ ماكروجيب لا انا بص خليني مش عايز سعاد حسني تتالم في قبرها يعني بهذا يعني. سعاد حسني الناس هي كانت تتعامل محجبة ولا لا الناس بتتعامل معاها كقطعه فنيه الحجاب ومش الحجاب يعني الحجاب والحجاب ده مساله خاصه كل واحد حر فيها. انا اصلا هو انا لما جيت اخترت اغنيه اخترت الحجاب. وبعدين سعاد حسني اللي بتتكلمي عنها في تاريخ فني اسمه تاريخ ان شاء الله. ما الاجيال اللي جايه برضه هيبقى في تاريخ، ولا انتوا عايزين كل الاجيال اللي ماتت محدش يطلع جديد؟ يطلع بالشكل ده، يطلع هو كان بيطلع من هدومه مش بيطلع من التاريخ. كانوا بيطلعوا من غير هدوم. وبعدين يا استاذ وائل معلش خلينا نتكلم في القضيه اكتر من كده. هي النهارده الاخت دي موجوده بصفتها هي كانت بتعمل الخط الخامس لمترو الانفاق ولا بعد الكليب اللي هي عملته؟ احنا هنضحك على بعض، ومين اللي وصلها للمرحله دي؟ مش الاعلام؟ طيب يعني والبعض مش قبل ما نعمل هذه الحلقه هي اول ما تخش واحنا بنتناقش انتوا بتساهموا واحنا لما توجه لما جابوا يصوروا في هذه الجريمة فليكن بنواجه هذه الاتهامات. لما بيصوروا الكليب ده احنا اللي بنروح نقلعهم وهدومهم ونقشرها من عليهم الكليب عشان يصوروا، او احنا اللي بنهزهم عشان يتهزوا، ولا هم اللي بيبقوا عايزين كده عشان ياخدوا شهره ويعملوا جو ويعملوا بتاع؟ بتقول لك في الافلام، طب ومال هي الافلام دي مقدسه؟ بقول لك يا استاذ سمير اللي حضرتك لما بتيجي تكتب مقاله لازم بتكتب فيها اي حاجه تثير جدل الناس. ليه؟ مش عشان الشهره؟ مش عشان يبقى معروف اسم حضرتك؟ ما تعرف اسم حضرتك منين؟ من الكلام اللي انت بتكتبه يا استاذ. لا ما تقارنيش اسم حضرتك، مالكيش دعوه باسم حضرتك، انت اتكلمي فيما يخص حضرتك برضه الموضوع. طبعا انا ما قلعتش هدومي عشان اعمل اسم. انا لو عايز اعمل زي ما حضرتك كده كنت رحت اكتب لي مسلسل كل سنه ب 4 مليون جنيه والعارف والدنيا ومصر كلها عارفه ان انا واحد من كتاب كبار كتاب السيناريو. انا كنت بكتب سيناريو سنه 94، كان عندي كام سنه ساعتها؟ لا كنت انا لسه ما اتولدتش. طيب خلاص يعني انا بتاع سينما وبتاع تلفزيون وبتاع مسرح وبتاع صحافه ومسؤول عن اقسام. طيب قبل ما السنه عشان ما تتكلمش في الحكايه دي وما تقوليش بتتفرج. لازم اتفرج عشان اكتب، اصل انا مش واحد جاي اتفرج. ده مش حرام؟ لا حرام. طب حرام ما تتفرجش. حرام عشان بعد كده نقطع دابر الخط ده ونعرف ان دي مؤامره. انت خلاص انت حر فيه. ما هو برضه بتاع الكباريه بيقول لك مش حرام، واللي بيبيع مخدرات بيقول لك مش حرام. او احنا بنيجي على بعضنا ربنا. مننا فينا حساب عند ربنا. او احنا بنيجي على بعضنا مننا فينا بعضنا ولا مش بعضنا؟ لا 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 انا قلت من الاول صدقني بقول لك لو كانت اللي قاعده قدامك مش مصريه كنت حضرتك عملت لها ألف حساب. والله حضرتك على حاجه لا خالص. عارف ليه؟ لان احنا بلد بنخاف من غيرنا طول عمرنا بنقول حضرتك هيخاف من حاجه صفيناز عشان الرعشه اللي بتعملها. لا خالص على فكره ما فيش اي عداوه بيني وبينها خالص. احنا انت حره انت معاها يعني نفس الفرقه بالظبط. لا خالص اما بقول لك احنا المصريين حقهم مهدور. احنا بصي والمخرجين والمنتجين هم اللي مشوا سياسه الافلام بكده. عايز اقول لك على حاجه، لازم تعمل فيديو كليب كده عشان ينجح. طب عاوز بس اقول لك على حاجه، الاعلام في المقام الاول. وانا على فكره بمناسبه الكلام انا ما عملتش اغنيه للفنانه قديره ام كلثوم. يعني لو ما كتبوش انا عملت اغنيه رمز للدلع مش اكتر. ولا انت بقى شايفها من وجهه نظرك كده؟ انا شايفها من وجهه نظري كده. لا هي مش حكايه بس ان سعاد حسني رمز للدلع. لا يعني سعاد حسني دلع ايه؟ والناس تروح فين؟ فريند رستم وتروح فين؟ كبيرة في هدى سلطان. ليه والناس اللي ماتوا دي ما ينفعش يتعاد منهم تاني فين؟ يعني ويروحوا فين في شريهان؟ ويروحوا فين في منى زكي؟ الناس اللي ماتوا يروحوا فين في منى شلبي؟ الناس اللي ماتوا دول ما ينفعش يرجع. دول عايشين ليه الكلام ده ما بتعملش مع منى زكي وما بتعملش مع منى شلبي؟ لا واضح ان حضرتك ما بتتفرجش على التلفزيون. ليه ما بتعملش؟ ليه ما بتعملش مع منى؟ بتتفرج على الرأس بس والفيديو كليب العريان. دول فنانات في موهبه، مش في واحده طالعه من هدوء. الناس فاهمه انه انا كل طب ما في واحده قبل كده وجت عندك في البرنامج وعملت البدع وبقت قناه طول النهار 24 ساعه يعني اللي ما اتعملش كله مش قايم غير تجيب اللي قاعد قدام الشاشه تاخده وتخش بيه على الحمام. ومع ذلك حصل ايه؟ ولا حاجه. وبعدين شويه داخله مجلس الشعب وطالعه من وايه الحكايه المسخره اللي احنا. طيب خليني قبل ما اكمل معاكي، كيف تصنع الكليبات الفاضحه اللي هي بتثير
جدلا انت قلتي اعترفت قلت انا بيتقال لي لازم يبقى فيه شويه اثاره ولازم نعمل ده. بس خليني قبل ما اكمل معاكي يعني احنا يا جماعه هنتلقى اتصالاتكم للتعليق. اخد الاستاذه جانجا شقيقه جانجا عبد المنعم شقيقه الفنانه الراحله الكبيره سعاد حسني. جانجا اهلا بيكي. اهلا بيك يا استاذ وائل، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا بيكي. هل عندك تعليق؟ احنا بنناقش القضيه المتعلقه مش هعمل الاسلوب اللي هي تتكلم بيه زي المره اللي فاتت في دنيا، هي تتكلم بطريقه كويسه. لا انا مش عايز طبعا، يعني خلينا نناقش القضيه بموضوعيه يا مدام جانجا. هنا انت تحفظك كان ايه على الكليب؟ بس يا استاذ وائل، انا قبل كده اتكلمت في برنامج قبل كده وما كنتش شفت اساسا الكليب ده. اتكلمت وانت ما شفتهوش يعني؟ وانا ما شفتهوش، كانت بس المعدة بتقول لي وانا ما شفتوش. قلت لها ازاي يحصل كده؟ وكان ردي عليها ببساطة، لكن المرة دي ردي عليها بطريقة مختلفة. ده مش فن يا استاذ وائل، ده جنس مباشر. مش هقبل اسمح منها كلمة مش كويسة. انا على فكرة وقفت الفيديو كليب احتراما ليك. لا لا انا مش هقبل اسمح منها. طيب. كلمة مش كويسة. لا هي بس هي يعني انا وقفت الفيديو كليب اتعرض 3 ايام ووقفته. انت ما تتكلميش خالص لان انا ممكن اسجلك. انت بناء لو كان الفيديو كليب بيتعرض كنت انت تقدري تعملي كده، لكن انا قلت لك خلاص ما بقاش اتعرض. طب خلينا نديها بس الفرصه هي على لما تقول ده جنس مباشر. ما ده وجهه نظر مش لا ما تتهمنيش بحاجه انا طيب مش طيب موجوده. طيب يعني جنس مباشر يا استاذ وائل، وده كان راي الاستاذ بهاء. ده ناقص باخر الكلام. على فكره مش هنفع اسمع الكلام بتاعها دوت لانه كلامها ما يعنيش. طيب هي بتقول لك خلاص تروح تعمل افلام من اللي بيقول عليها ثقافيه وتعمل وتعري اللي هي عايزاه بره، لكن مالهاش دعوه بالفنانين الكبار زي سعاد حسني. مين دي عشان تقارن نفسها بسعاد حسني؟ مش هقبل اسمع الكلام دوت علشان برضه هتسمع مني كلام مش كويس. كل ده كلام موضوعي ما فيش فيه اساءات. لان انا اعتذرت لها واعتذرت للاستاذ بهاء. اعتذرتي بعد ما عملت الاسفاف الكبير ده وبتقارني نفسك بسعاد حسني؟ مش هقبل اسمع الكلام دوت. مفيش بني ادم قال سعاد حسني دي. طول ما هي وجهه نظر لازم تسمعيها. هي لا قالت كلمه فيها. انا كمان ليا وجهه نظر. لا قالت كلمه فيها سباب ولا شتايم. انا احسن منها. ده لا اللي أنا بتكلم من فيه. من حقها انا دلوقتي في برنامج. انت ما تتدخليش كده في حواري مع الاستاذ وائل. مدام جانجا انا احترمتك وقفت الفيديو كليب، مش من حقك ان انت ما بتحترميش حد. طب عشان نسمعها بس. انت ما بتحترميش حد، انت اساسا ما بتحترميش نفسك. هتحترمي الاخرين ازاي؟ لو طيب. سمحت انا مش طيب. هقبل اسمع الكلام. استاذه جانجا خليني في استاذ وائل، المفروض ان المصنفات الفنيه من الاساس انها تمنع السفاله والحقاره اللي بتحصل في الفن. والله ده كل الفيديو كليبات ماشيه كده، مش انا الفيديو الفن يا استاذ وائل. مش عايزه اسمع صوتها الله يخليك. انت واخده موافقه المصنفات؟ ما انا وقفته بسبب كده، حصل شويه لخبطه في الجمعيه وانا وقفت الفيديو كليب. لخبطه ايه؟ مين وكان بايدي ان انا اجيب التصريح، انا ما رضيتش اجيبه وسكت وكده. وعلى فكره انتظري برضه مفاجاه جميله جدا برضه ليا. لو كانت المفاجاه هتعملي ايه تاني سعاد حسني؟ لا مش سعاد حسني. لا بقى كفايه الكلام ده. طيب خليني مدام جانجا، هل وقفها هي خلاص بتقول سحبت الكليب هل واعتذرت وقدمت اعتذار، هل ده كافي؟ لا طبعا مش كافي. اما انا اعمل لك ايه؟ هطلع غنولك تاني؟ رادع يا استاذ وائل اللي احنا بنشوفه. نعم دي مسخره، ده مش فن. الفن يا استاذ وائل الواحد بالمشاهد بالحركات بالايحاء، دول مش فاهمين يعني ايه فن. الحركه بتدي معنى. طب كفايه عشان انا برضو اعرف اتكلم واعرف ارد على الكلام اللي هي بتقوله. طيب والمعنى اللي هي عملته كله جنس مباشر. ميرسي مدام جانجا شكرا. خلينا اسمع وجهه نظرها وقفل. طيب مدام جانجا الف شكر، بتوجه ليكي بالشكر. خلينا ندخل في صناعه يعني انت بتقول صناعه هذه الكليبات ليه؟ لانه الحقيقه فيها هدف واضح ومالا انت لم تخفي هذا الهدف. تمام. انا برضو عايزه قبل ما اتكلم في موضوع انا اتكلم في موضوع مدام جانجا، لان انا هي اتكلمت في البرنامج الاعلامي توني خليفه، ولما جت اتكلمت وقالت انا اهو في برنامج قوي جدا وبقول قدام الناس اعتذرت للناس ديت وقلت لهم انا مش هذيع الفيديو كليب طالما عليه المشاكل ديت لمده 3 ايام. انت وصلت للقناعه دي امتى؟ في نفس الايام يعني اللي هم
مش على حاجه. لما انا حسيت ان الناس فعلا زعلانه مني وفي ناس عجبت بالموضوع جدا وفي ناس زعلوا برضو وانا كنت على يقين ان انا معايا الموافقه من الجمعيه، طلع في شويه لخبطه بس لمجرد تاجيل ايام، وكان بايدي اجيب الموافقه وانا ما رضيتش اجيب الموافقه لعدم اثاره جدل استاذ بهاء واستاذ كمال. طيب ومدام اخت سعاد حسني كانت زعلانه، فانا مني نفسي اوريدي رحت منع الفيديو كليب خالص. وجوده على اليوتيوب دي مش مشكلتي انا، دي اداره اليوتيوب هي اللي تقدر تشيله او هم يقدروا يشيلوه، المهم ان هو ما بيذاعش على القناه الفضائيه اللي بيشوفها العالم العربي كله. طيب بيصنع بقى ازاي؟ مين بينتجه؟ مين بيكلفه؟ هدفك ايه؟ لانه احنا بنعاني من هذه الظاهره، مش معاكي بس، لا في ناس انت بتقول انا لازم ابدا كده وبتقولي مش ذنبي هو. لا مش قصه مش ذنبي، ما انا في عقل انا كمان برضو، بس انا عايز اقولك اي عقل بني ادم بيبقى مصنف ماشي. انت دماغك النهارده مصنفه في حاجه ان انت يعني ايه قدامك هدف عايز تعمله. انا حابه موضوع مجال التمثيل قبل موضوع الراس الشرقي ده خالص، اوكي. انا مثلا بالنسبه لي الموضوع معايا مش يعني، في ناس بتشتغلها موضوع ماديا، لا انا مش موضوع ماديا ده خالص ولا في دماغي. يعني انت بتعملي الكليب ده على على, على, على حسابك بتنفقي؟ طبعا انا بنتجه لنفسي، وانا من يعني من عيله مبسوطه جدا الحمد لله. انا شغاله موضوع الفن حبا ليا، انا ممتهنه انا بحبه. انتقادات بقى والكلام ده كله بالنسبه لي انا مش فارقه معايا، ومش غرور ولا بقرر الناس فيا. لازم افرقش معاك. طبعا ما فيش ولا رايك برضو يفرق معايا، رايك يفرق معاك مش ليا. يعني انا لما اطلع اقلع هدومي قدام الملايين هتفرق معايا ايه تاني بعد كده؟ ان انا بقلع هدومي ولا غريب يخلع هدومي بدليل ان ولا تفرق معاك حاجه؟ طبعا انا ما بحبش الشيخ اللي حافظ القران وما بيعملش بيه. بص بص برضو انا بحب الناقد اللي بينتقد ما يتفرجش على الحاجه. انت حضرتك بتنتقد ما تتفرجش. يعني انت بس كل مشكلتكم يقول لك غير المحطه. طب غيرنا المحطه بعد ما تتفرج يا استاذ وائل. كلمنا انت جدا بعديها ترجع تداري وشك. كلمنا يا استاذ وائل عشان طيب انا بس عشان بس خليني ما بعيدش عن سؤالي. انا اعمل ايه لما بشوف بعض هذه خلاص يعني بعد هذه القضيه دي؟ اول قضيه بيتم حبس صاحبه كليب بشكل مباشر. صحيح قدمت بلاغات ضد اعمال فنيه، صحيح قدمت اعمال فنيه للمحاكم، لكن دي اول واقعه يتم. اتحبست ليه الاول؟ اتحبست عشان هي طلع لها محضر برقم من جنح قصر النيل نزل على اليوتيوب وعلى النت، دوت سبب حبسها. لكن الحمد لله لا التحريض، لا الاتهامات التحريض على الفسق والفجور، لا وهي عليها قواضي ما تسددتش وكانت هربانه منها، والكلام ده كله اللي بيكتبه مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت. لو حضرتك لا ما هي مش التهمه الاساسيه في النيابه التحريض على الفسق والفجور، لا وهي كان عليها قواضي. المشكله في حاجه ان وجه المقارنه بين واحده بتسهر بين واحده فنانه ما ينفعش يتحط تحت مسمى فيديو كليب. لواحده شغاله فنانه ليها مدير اعمال بتنتج لنفسها ومدير اعمالها بينتج لها او كده او القصص دي كلها، ما ينفعش. طيب ما ينفعش تجيب حد مسؤول من 20 فرد من فرقه موسيقيه لواحده ملهاش اي علاقه بالفن خالص وتقول لي فيديو كليب. طيب خليني اسال الكاتبه الصحفيه والناقده الفنيه استاذه حنان. بس يا ريت بدون كلام استاذه حنان، اهلا بيكي. خارج لان انا مش هقبل اسمع اي كلام من اي حد. استاذه حنان. يا استاذ وائل. استاذه حنان سؤالي، نعمل ايه في بعض ما يتعامل معه الناس على انه ليس فنا؟ نوديه المحاكم والنيابات ولا ده بيكسبه شهرة أكبر، ولا نتجاهله ونسيب ده للفرز المجتمعي الناس تميز بين الغث والسمين؟ طب اسمح لي قبل بس ما أجاوب عليك إجابة مباشرة إني أقول إني لم أشاهد الكليب للأستاذة، وبالتالي فمش هقول رأيي فيه، لكن عندي تصور هو ممكن يكون إزاي. والحقيقه من حادثه هي انه هي عايزه تشتهر، فانا عايزه اقول لك او يعني عايزه تدخل مجال التمثيل. فاسمح لي للاسف الشديد اني هقول ده على مسمع من ملايين، ولكن اعرف كثيرات من اللي اتجهوا لفيديو كليب من النوع ده الحقيقه كانوا عملوا في الدعاره وكانوا عايزين يعلوا سعرهم، فلجأوا من الفيديو كليب. ودي أسماء كبيرة بالمناسبة مش أسماء صغيرة. يعلوا سعرهم؟ يعلوا سعرهم في مجالهم، فاتخذوا من الفيديو كليب وسيلة لأنها طبعا لما تبقى مطربة فيديو كليب أو مغنية بتحط
كاسم. لا لا استنى انا باخد ده يعني علي سعرهم في الدعارة يعني. اه طبعا طبعا ودي اسماء كبيرة بس يعني لما اسماء كبيرة تعمل كده. اه كبيرة بتعمل كده. لكن خليني نتكلم عن القضية اللي حضرتك بتتكلم فيها. الحقيقة هي وسيلة جذب يعني ناس بتحاول. حضرتك لو في اتنين واقفين في ميدان التحرير واحد قلع كل هدومه الناس هتبص على اللي قلع هدومه بالتأكيد. الشيء ملوش علاقة يعني فيما أتحدث أنا لا أتحدث بالحرام والحلال لأنه الحرام والحلال ده شيء يخص كل إنسان فدي مش شغلتي خالص. أنا بتكلم عن القبح والجمال في الفن هو ده اللي يهمني. أما ما يخص كم القبح الحقيقة اللي بيطلع علينا القبح الشكلي واللفظي والصوتي اللي بيطلع علينا من محطات الأغنيات الآن فده أنا مش مع إنه نوديه المحكمة. لا ده وسيلة حربه إنك تطلع قدامه شيء قيم صوت حلو غني جميلة. فلأنه القبح كان موجود في كل زمان في زمن أم كلثوم نواجهه بالفن الجيد يعني بالضبط. لكن للأسف جديد جدا إن إحنا دلوقتي الفن الجيد قليل جدا مقارنة بعدد وكثافة العرض بتاعة الرديء. أنا مش عايز أقول فن رديء لأنه كتير منه ملوش علاقة خالص بالفن. لكن أنا الحقيقة عندي علامة استفهام كبرى ليه واحدة ليه الدولة تقرر أو السلطة في الدولة تقرر إنها تقبض على حتى هي مش مغنية دي كانت عاملة كليب كده منظر يعني اللي هو بتاع سيب إيدي. ليه تقرر الدولة إنها تقبض عليها والإنترنت ده أساسا جهاز أو يعني شيء لا تملك الدولة سلطة عليه بينما هناك عشرات من محطات الأغنيات اللي بتخرج من مدينة الإنتاج الإعلامي اللي بتطلع على نايلسات اللي هو بتاعنا بتاع الدولة اللي هو إحنا نملكه يقرر إنه يقبضوا على واحدة على الإنترنت عاملة حاجة ملهاش لازمة أو حاجة حقيرة وسايبين عشرات ومئات من يطلقوا على أنفسهم مطربات أو راقصات بيعملوا ده على التلفزيون. غريبة جدا جدا الحقيقة يعني أولى بالدولة إذا كانت عايزة يعني بتدافع عن الأخلاق الحميدة فأولى أن ترى بقى اللي بتشوفه على التلفزيون مش راح تفتح الإنترنت اللي هو أي عابر سبيل يقدر يقف قدام مراية ويعري نفسه ويصور روحه هو حر يتفلق. لكن الدولة ملهاش إنها تقبض على دي وتسيب أسماء تانية موجودة معروف أماكن إقامتها معروف بتعرض منين ومعروف بتيجي منين وسايبينهم. أنا مش مع إنه يمسكوا لا دول ولا دول بس أنا بقول إذا كانت الدولة قررت إنها تدافع عن الأخلاق الحميدة فالدافع صح بقى فاعملوها مظبوط. وأعيب يا أستاذ وائل على الإعلام اللي هم زبايلي وجرائد وصحفيين ومذيعين إنه الحقيقة كليب زي سيب إيدي ده مين عمل له الشهر؟ مين اللي عمل ده؟ ده شوية ناس قاعدين على مواقع الفيسبوك بيتنقلوا حاجة ده شيء خاص. اللي عمل له الهالة دي كلها وغالبا تحركت أجهزة الداخلية عشان تقبض على بطلة هذا الكليب هو الإعلام. إحنا صحافة وإنتوا تلفزيون اللي عملت ده. لكن حقيقة الأمر خلاصة الأمر لو قررت الدولة إنها تكون دولة الأخلاق الحميدة فلتكن على الكبار. شايفة يعني تبدأ بالكبار يعني هي جات على والأغنياء قبل الفقراء لأن دي ست غلبانة دي هبلة دي حاجة يعني يعني حاجة شيء يا حنان ده لو يعني لو عملوا كده مثلا مع هيفاء وهبي أو حد هتلاقي صفارات تندد
وتقول حرية الإبداع في مصر في خطر، حرية الفن في خطر. ما هي وانت بتقول لي من بعيد، ما هي عفاء وهبي مطلعة فيديو كليب، مش يعني لو أنها كانت عارية كان يمكن يبقى عارف. طب ما هذه الدولة التي تحارب من أجل الفجور ضد الفجور والفسق، طب ما يمسكوا هيفاء وهبي هيقدروا؟ يعني يبقى انت هنا ضد اسلوب الملاحقه في المحاكم والنيابات، وبتقولي لو عايزين حتى تعملوا ده طب ليه ما ورتوناش شكلكم مع الكبار؟ يعني اعملوا على كل بقى، يعني المساواه في الفجور او في مقابله الفجور. طيب عدل، خلينا ناخد في الاتجاه الثاني بقى الاستاذ سمير صبري المحامي، اكثر من يقيم دعاوى قضائيه لملاحقة الأعمال الفنية المبتذلة في المحاكم وفي النيابات حسب رؤيته لها. يعني أستاذ سمير أهلا بيك. مساء الخير يا أستاذ وائل، وحشت جدا الحلقات اللي سبايسي الجميلة دي. بنخفف شوية بقى سياسة فبنبعد شوية، ومع ذلك هتلاقي سهام الانتقادات ستوجه، لكن أنا مؤمن دائما بما أقدمه وعارف أنه فيه هدف نقدمه. أنجح منبر إعلامي أنت. الله يخليك يا أستاذ سمير، تفضل. طبعا أنا بحييك وبحيي ضيوفك، ولكني أنا عاتب على الأستاذ الكبير الأستاذ سمير. ليه؟ لأن الأستاذ سمير النهاردة حضرتك مستضيفي مع أكبر فنانة بورنو ظهرت في مصر. لا يعني مش عارف اسمع الكلام ده طبعا. طيب خليني أحفظ. لا يعني هنا هي انا بوصل صعب من الفن، مش هقدر عشان ما اقومش واسيب بقيه الموضوع. اسالني بس انت لازم تتقبلي اللي هيشوف ان الكليب ده. انا الاستاذه الصحفيه حنين اتكلمت انتقدت بس بطريقه كويسه، انت برضو من حقك تنتقد بس بالطريقه الكويسه اللي انا اقدر استوعبها. لا لا معلش مش هتعلميني انت، دي وجهه نظر يا بس انا مش شايف يعني انا مش شايف شتيمه في ده، هي وجهه نظر. الناس ممكن تقول ده بورنو مش فن، ما وجهه نظر. طب حضرتك انا مش يعني قولي له لا ده فن مش بور. بس انا يا استاذ وائل اتفضل يا استاذ سمير. انا اقول لحضرتك طبعا انا قريت اللي قالته على بتاع سيب ايدي دي، ولقيتها عماله تقول لك دي تصوير كان في شقه في سهره حمراء، وان البنت دي مش فنانه ولا نقابيه وسهره تروج للدعاره. لا انا ما قلتش كده، قلت الموضوع ان انا ما ينفعش اقارن بحد، ما هو ده كل واحد ليه دماغه. انا بس قلت تعبير سهره حمراء ده قلت ايوه ما ده ما انت حضرتك هي مالهاش علاقه بالفن خالص. ده اللي بلغ بيه محاميها ضدك النهارده. اسمعيني استاذ سمير لو سمحت، مش هقبل الكلام دوت اسمعه. يا عشان انا هو كل ما حد يتكلم تقولي مش هقبل. ايوه لو في شتايم، لو في شتايم انا امنع الشتايم. لا ما هي كده دي شتايم. لا دي وجهه نظر استاذ سمير، انا هقبل اسمع حضرتك بس تكون بطريقه كويسه. ده وجهه نظر، خلينا نكمل. خليه يكمل. حاضر. فهي زعلانه من الاخت دي اللي يعني فيديو كليب يتيم اتقال عليها كل الكلام ده. امال انت اللي عامله اكتر من 20 فيديو كليب وافظعهم اللي انت عاملاه، وانا اتمنى الاستاذ وائل يطلعه. لا ما انت بترقصي انت ومامتك بقميص النوم برضه حاجه دي تعنيني انا، مش هقبل اسمع الكلام ده حضرتك. هو انت كل ما في حد يقول لك حاجه لا مش هينفع. انا قلت لحضرتك مش هينفع، يعني انت ادينا كتالوج الحوار مثلا يا برديس، ادينا الكتالوج. حضرتك حاجه يا استاذ سمير، حضرتك ما تتعداش على حقوقي الشخصيه. لا هي مش شخصيه ما... علشان انا برضو زي ما حضرتك بترفع دعاوى على كمان اعرف اجيب حقي. ما هي لم تعد شخصيه يا برديس، مش طلعت للناس. مش هينفع هقوم، مش طلعت للناس. ميرسي. لا لا استاذ سمير خليني في سؤالي يا استاذ سمير. هل الحل خليني السؤال اللي طرح استاذه حنان شومان مثلا لو سمحت. صديقتي مش هي واللي هو بيقول عليها، كنت انا صديقتي وده كان دي حفله عادي، ما تقدرش تتعدى على حقوق القلب. لا كونها طلعت للناس ما بقتش حريه شخصيه يعني. انا المايك استاذ سمير خليني تعالوا يا جماعه ركبوا المايك. استاذ سمير خليني في السؤال، هل الحل ان انا اروح للمحاكم والنيابات، ولا الحل ان انا اما اتجاهل ده او اسيب ده للمجتمع هو هيميز بين الغث والسمين، بين الجيد والرديء؟ ليه المحاكم والنيابات؟ انا بوجه اللوم لمباحث الاداب، مباحث المصنفات الفنيه،
اللي بيطلع ده إيحاءات حركات جنسية في غاية البزاءة بتتعرض على الناس، لحم بيتفننوا يعرضوه ازاي، كلها عرى فعرى. فعملية لابد ان يتم ملاحقتها لان ده مجرد نصوص عليه في احكام. طب ما انت لو قص ده على الجميع بقى يا استاذ سمير، ما البعض هيقول لك لماذا لا تبدأ بالكبار، تقدر تعمل ده مع صناع مسلسلات وافلام. والله انا عملته. ما حضرتك ما شفتش السيزون اللي فات في رمضان؟ ما كان كله بقى اللي حضرتك بتتكلم عليه، البرن والاباحيات والكلام اللي، ولا ايه؟ هي ناس وناس. اتفضل يا استاذ وائل، انا عملت كل الكلام ده وخدت اجراءات ضد العرى كله، واخرها الاجراء اللي انا خدته ضد رجاتا وما زال معروض على النيابه. على اساس ان ابطال فيلم رجاتا يعني لما حضرتك انتقدتهم هيبطلوا يعني يشتغلوا؟ ما تستني، طب تسمعيني. فلي موقف عن نفسي، انا مش عايزه اكمل. وعشان موقفي يكمل، انا هطلع الكليبات بتاعه بيقول لك فنانه استعراضيه، هطلعها لان انا محامي. استاذ وائل محامي اهان، فانا فاهم ايه الفن الاستعراضي، فده بعد ما يكون. طيب. عن فن استعراضي برضه سؤالي، المحاكم والنيابات جابت نتيجه؟ ما انا عايز افهم منك يا استاذ سمير، المحاكم والنيابات جابت نتيجة؟ هل قضت على الفن القبيح على الابتذال، ولا ربما أكسبته شهرة أكبر؟ لا يا فندم، ابتدت تقضي عليه وبدأت تطبق أحكام قانون، وابتدت لهم جلسات على الفعل العلني الفاضح والدعوة للفجور ومخالفة الأداب العام، زي ما حصل في فيلم حلاوة روح. يعني عايز تقوله زي حلاوة روح سيادتك ورجال ده لحد دلوقتي بيتحقق فيه وفي البرومو بتاعه وما زالت التحقيقات وكله هيتحط، لان احنا خلاص رخصنا قدام العالم كله اللي بيتعرض ده. وبعدين بنرجع يا استاذ وائل نقول اين حقوق المرأة؟ الناس دي رخصتنا قدام العالم كله، العالم كله بقى بيوصلنا ان احنا رقصات وعاهرات من كتر اللي بيظهر على الكليبات والرقصات اللي بتتعمل دي والاغراءات والشفايف وقفل البق وتطليع اللسان. عم ده غلب والمصحف الشريف. انا بقول لك اللي بيعتمدوا كلهم دول ستات ما لهمش رجاله تلمهم. يا استاذ سمير، استاذ سمير، عشان كده جابوا لك صنف مستورد عشان يعملوا توازن، حته لبناني على حته تركي على حته هندي على حته ما اعرفش من استاذ سمير حافظهم يعني بسم الله ما شاء الله. كوكتيل لازم اعرف. حضرتك متابع؟ لازم لازم اتابع. اه طبعا سمير صبري متابع. ده يبقى امال هنقطع الناس دي ازاي يعني، ونقف الناس دي عند حدها ازاي يعني؟انا مش جايه اكره الناس فيا، استاذ سمير صبري بس في حاجه. شكرا يا استاذ وائل. استاذ وائل، استاذ انت بتشكره الاول؟ استاذ سمير صبري الف شكر. استاذه حنان شومان ألف شكر. أستاذة حنان انتقدتني بس أنا محترمة رأيها. دي واحدة كان بيوجه لي كلمة. وأستاذة جنجاع بمنع ألف شكر. دي واحدة عشان أنا عايزة أكمل كلمة. كان بيوجه لي كلمة بيقول لي أنت ليه جيت؟ وده سؤال مهم جدا. أنا ليه جيت؟ لأن أنت حضرتك هي بتتكلم بتدافع عن نفسها طول الوقت وهي مش عاملة حاجة غلط وكل حاجة. لا وأنا خالص وأنا أعرف إن حضرتك وإحنا لو القضية مش كليبها. معلش 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 ما انتقدتش مش هتشتغل. استنى بس دقيقة واحدة بس اشتغل. لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت بطل شغل العوالم ده بقى. بطل شغل العوالم ده. اسمع شوية لما تتكلم تسمع. لا لا أنت تسمعني. لا لا لو سمحت بهديس لو سمحت لو سمحت. في إيه؟ إذا مش هنعمل الحوار بشكل موضوعي. طب لو سمحت. لو مش ما هي شغلته لازم ينتقد، يبقى النقد توصله مش عايزين شغل العوالم ده. اسمع شويه تتكلم بطريقه كويسه. خليني لو سمحت لو سمحت مش صغاته بتاع. طب استاذ سمير، استاذ سمير اتفضل. يا استاذ وائل، احنا لو سيبنا الناس دي وما اتكلمناش يبقى البلد دي هتخرب. البلد دي مش هتتبني بالقرف اللي احنا شايفينه، وزي ما قلت لك دي ماسوره كلها منفذه على بعض، مش بس اللي بتعمله في الكليبات البرامج اللي بتعمل في المسلسلات اخطر والعن، حتى مع كبار نجوم. وانا الكلام ده بقوله اسمها السنس دي واحده. ما توقفوش ولما بقوله انا بقول الكلام ده وانت عارف ان انا بقوله. الناس بتطالب بتطبيق نفس المعيار يعني. بقى لي 20 سنه انا بكتب ده. اللي بيحصل كل رمضان اللي قبل. حتى بعد بعض الزملاء وانت عارف اسمائهم بيتهموني بيسموني سمير الجمل الاخلاقي وده تاج على راسي. والبعض بيقول انه ما فيش حاجه اسمها معيار النقد الاخلاقي يعني. نمره 2، احنا مش مشايخ بعمم. ده احنا ناس بنكتب فن وعملنا سينما وعملنا بتاع وكان فيها رقص وكان، بس في فرق زي ما انا قلت لك.
احنا ليه فرقه رضا كنا بنحتفل بيها وبنعتبرهم نموذج للفن؟ عشان في فن. لكن انا لما اطلع قبل كل حاجه انا قلع هدومي مقدما عشان اقول لي انا بعمل فن، ما هو ده كلام. وبعدين الناس اللي بتعمل كده للاسف لا تستحي انها تقول لك اي حاجه وتقول لك اللي انا بعمله صح. ماشي، كل واحد حر في ما هو اللي فاتح كباريه هو مش عارف ان الكباريه فيه يعني بيخش يعملوا ايه جوه، بيخش عشان يطوروا الصناعه المصريه، ما هو كباريه. وانا لو عارف ان ده كباريه هخش اسال على جبنه رومي جوه الكباريه، ما هو كباريه. احنا نضحك على بعض ليه طول الوقت؟ احنا السبب، الاعلام السبب. انا 40 سنه اعلام، كتبت كل حاجه عملتها في الاعلام. انا بقول لك الاعلام 90% مدان، مدان. انت النهارده اتعلمت تمسك قسم فن تروح تجيب لي، زي ما انا اول ما مسكت القسم الفن في الجورنال اللي انا بشتغل فيه، جه واحد يقول لي انفراد يا استاذ فلان اتطلقت، قلت له عقبال الست الوالده لما تتطلق، انا مش شغلتي اخش اقعد طيب الناس طيب. نوم الناس، انا ماليش علاقه بالشخصيات. هاخد ثلاث تليفونات من المواطنين العاديين قبل ما اطلع فاصل. استاذه ليلى من القناطر، استاذه ليلى اتفضل يا فندم. استاذه ليلى، استاذه ليلى سامعاني؟ طيب. استاذ عصام زكريا الناقد الفني والكاتب الصحفي. استاذ عصام اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل، ازيك؟ استاذ عصام اهلا بيك. استاذ عصام، السؤال الـ الاعمال الفنيه او بعض ما يتشح زيفا بالفن وباسم الفن ويقدم على انه اعمال فنيه وهو لا علاقه له بالفن، هل الحل اواجهه بالمحاكم والنيابات ولا بقانون الفرز الطبيعي في المجتمع؟ الناس اسيبها تشوف الجيد، تميز بين الجيد والرديء، بين الغث والسمين، واتجاهل بعضها، ربما يكون ذلك هو الافضل. اي حل؟ والله بص يا استاذ وائل، هي الروشتة يعني موجوده ومعمول بيها في معظم بلاد العالم المتقدم، اللي هو ما بقاش متفرغ وضيع يعني 90% من وقته كل يوم في الحديث عن الجنس وعن الكليبات وعن الحاجات دي، والناس مركزه في شغلها وفي الانتاج وفي العلم، تمام. لكن مش معنى كده ان الحاجات دي مش موجوده، موجوده لكن لا يهتم بها احد يعني. وهي دي الفكره، انه احنا عندنا مجموعه من المحامين على مجموعه من الاعلاميين، هي بطولاتهم كلها بيحققوها في المعارك الوهميه دي، في حين انه المحاربه ده بتبقى بالثقافه وبالتربيه وبالحريه. يعني احنا ما انت عندك الانترنت وعندك الكمبيوتر في البيت، في كل حاجه في الدنيا، لكن الناس مش قاعده طول النهار تتفرج على افلام بورنو يعني على الانترنت. ولو تفتكر حضرتك لما الموبايل ظهر جديد ابو كاميرا، كان كل الناس ماشيه في الشارع حاطه كليبات سكس وقعدت تتفرج عليها، تمام. دلوقتي لما الموبايل انتشر ولما خلاص بقى موجود والناس يعني نضجت، ما بقاش في حد بيعمل الكلام ده دلوقتي. فالروشتة موجوده عند حوالينا في كل انحاء العالم المتقدم، انما احنا للاسف يعني فاكرين ان احنا كائنات ثانيه غير الكائنات البشريه. يعني انا اقول لحضرتك، انا لسه جاي من المهرجان كان، وكان بيعرض فيه كل افلام يعني مجموعه منتصفه من كل افلام العالم، وكان في فيلم فرنسي معروض على هامش المهرجان اسمه لاف، وعامل مشاهد سكس 3D وحاجات كده، تمام. وفاكر هو كان فاكر صاحبه يعني لما يجي بيه مهرجان كان المهرجان هيتقلب يعني، والدنيا كلها هتقعد تتكلم على الفيلم. عايز اقول لحضرتك والله اقل فيلم كان عليه اقبال واهتمام من الصحفيين ومن الناس حتى الجمهور العادي هو الفيلم ده. وكل اللي حصل ان الناس طبعا انتقدته، النقاد يعني اللي شافوه والصحفيين اللي شافوه بدافع شغلهم يعني لتغطيه المهرجان. انت بتشوف انه المنع يجيب نتيجه يعني عكسيه، الملاحقه تجيب نتيجه عكسيه. عارف لو كانت منع الفيلم ده او كانت الناس مش عارف عملت ايه وطلبت بمنعه في المهرجان، كان زمان دلوقتي العالم كله بيتكلم عنه وبيعملوا له دعايه، واخد بالك؟ فهو ده اللي بيحصل، ده هو نوع اللوي للناس اللي بتعمل المعارك الوهميه دي. لو تدرك ان هي بتساهم في الفجور اللي هي بتدعي محاربته، لو ادرك ان هو بيعمل للناس دي دعايه مجانيه، وانه بيصنع منهم ابطال في الوقت اللي هو فاكر ان هو بيحارب يعني حرب جهاديه ضد الفجور، لو يدرك ان هو كل اللي بيعمله ان هو بيعمل دعايه
مجانية لهؤلاء يمكن يفكر تاني يعني. إنما هو التجاهل وفي نفس الوقت كمان الاهتمام بقى بالثقافة الحقيقية والاهتمام بالفن الحقيقي كل الكلام ده يروح في الرجلين، وكل الكلام ده محدش هيدري بيه، لأنه يعني الناس في متعة أهم بكتير، متعة الفن ومتعة الثقافة الحقيقية أرقى بكتير وأمتع بكتير. إنما ما إحنا ما بنهتمش بده، هو تأكيد من كلام كلام عصام، بس كان في تجربة عصام ولا تربية الناس. طيب عصام اتفضل. عصام أنت يعني تأكيدا للكلام اللي أنت بتقوله، كان في تجربة قدامنا وتجربة شهيرة جدا الناس نسيتها. لما الاخت روبي كانت على العجله ومش العجله، وكانت مصر كلها ما لهاش حديث غير الموضوع. بالظبط. وكانت عملت فيلم الفتره دي خلص، الفيلم ما حدش خد باله منه ولا حد بالزبط. جاب حتى 3 جنيه وانتهى الموضوع خلاص، خلصت الفتره دي. اما المنع اللي انت بتعمله، فعلا احنا بندي بطولات للحاجات دي كلها، احنا نقاوم بان احنا نعمل فن كويس، فن جيد. وزي ما في كبرهات وخمرات موجوده، في جوامع موجوده. احنا احنا متخيلين انه يعني انه لما يبقى في ستات بتتعرى دي اساءه لسمعه البلد كلها. ما فيش بلد في الدنيا ما فيهاش ستات بتتعرى وبتعمل افلام بورنو او بتعمل اغاني مش عارف شكلها ايه. انما ده لا يسيء لاي بلد ولا يسيء لاي مجتمع، هو يسيء لصاحبه بس فقط. استاذ كل واحد عصام بيعمل حاجه. استاذ عصام زكريا الف شكر. استاذه هبه من القاهره. استاذه هبه اتفضلي. ايوه استاذه هبه اتفضلي يا فندم. ايوه اتفضلي. وطي التلفزيون يا استاذ وائل. مساء الخير. بس وطي التلفزيون مش هسمعك، مش هسمعك كده. مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير يا فندم اتفضلي. حضرتك جايبين النهارده فنانه جميله سعربيه. لا وطي التلفزيون، وطي التلفزيون. وطي التلفزيون حاضر. وطي التلفزيون مش هسمعك كده. وطى التلفزيون. طب يا استاذ وائل انا مع حضرتك اهو. اتفضلي. انت جايب لنا النهارده الفنانه برجيس الجميله، وبعدين يعني يعني مديانا فن جميل بتنفعنا وتضيع مشاكلنا اليوميه، تجيب حضرتك يعني الضيوف بتاع حضرتك يعني تهزقوها. نهزقها في ايه بس؟ احنا بنواجه الناس، احنا ما بنجيبش الناس نهزقها. لا دي اللي انا يا استاذه هبه لو سمحتي. يعني روح جميله يعني حضرتك تجيبيها مدام جمجيه وهي واقفه الكليب بتاعها. لو سمحت، لو سمحت، اللي بيشوف في توجيه الاسئله وفي وجهات النظر الثانيه انها تهزيق، انها تهزيق، ده الحقيقه ضعيف الحجه يعني. اللي عايز يواجه يا جماعه يواجه. ما هنهزق فيه يعني؟ مع احترام لحضرتك ولضيوف حضرتك، ما احنا في ناس قاعده بتوجه لنا انتقادات نفسها على الحلقه نفسها وتقول ازاي بواجه. انا عندي قناعاتي، عندي قناعاتي واستطيع ان انا اوضح. سمعتها جميله يا استاذ وائل، يعني ما ينفعش كده ضيوف يهزقوها وهي يعني انسانه كويسه وجميله والشاهد جميل منور الشاشه النهارده ده منور حضرتك. ما طب ينفعش. طب يعني انا مش ممانعك انك تتغزلي فيها، بس مش هتقدري تمنعيني من توجيه اسئله. مش الشعب كله يا استاذ وائل معارض عليها، مصر كلها من الخارج مش معارض عليها، مش كل الشعب. نعم. لها جمهورها ولها احبابها ولها حبايبها. طيب من حق بيحب فنها، من حق الناس انه 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 يبقى لها اللي بيحبها، لكن كمان من حق الغاضبين انهم يقولوا اللي عندهم، من حق المحتجين انهم يقولوا اللي عندهم. احنا شايفين كلمتها والشعب شايفه، ثلاث ارباع شعب مصر شايفه ان بنينا ممتع وبيضيع همومنا اليوميه ومشاكلنا. نعم نعم انا مش سامعك، مش سامعك، مش سامعك لو سامع. ماشي حضرتك، حياتنا كلها تبقى كبت ولا لازم يبقى فيها شويه دلع كده؟ ما ينفعش يا استاذ وائل، لازم نشيل حلو. انا مش عايزه الحياه تبقى فيها كبت، لازم يبقى فيها دلع. عايز وانا وعدتكم ان انا هدلعكم كلكم. عايزه لا لو سمحت، ما فيش، ما عندناش، مش عايزين اصل لا يعني انت مش عايزين في الانتقادات. ما احنا مش عايزين الدلع من النوع ده لو سمحت. ده مش جامده جدا، ده مش الرساله اللي احنا عايزين طالعين نوعد الناس بيها ان هندلعكم. لا يعني احنا عايزين نقدم للناس ما تخافيش عليا يا مدام، يبقى انا بعرف ارد برضه كويس على النقاد. نقدم للناس فنا يعني. استاذه هبه الف شكر. استاذه سوسن من السيده. استاذه سوسن اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ازيك يا استاذ وائل؟ اهلا وسهلا، اهلا بيك يا فندم. يا استاذ وائل انتوا يعني انا عايزه اقول رايي. يا استاذ وائل اتفضلي اتفضلي. المفروض البنت اللي هم قبضوا عليها دي ما كانوش يقبضوا عليها على فكره.
لان في كتير قوي قوي زيها. احنا مش خيار وفقوس هنا. تعال شوف بيوتنا اللي بيخش لها الاباحيه كلها، الوصايا العشر وفي شهر رمضان اقرب حاجه يعني، وفنانين كتير اللي من هنا واللي من هنا يا اما يقطعوا ده بريك كل، يا اما ما يا اما لازم يبقى بعين العطف وعين الرحمه شويه على الناس. انا معاك ان هي غلطانه وكله غلطان، واللي قاعده واللي جايبه واحده تتكلم. بس انت بتقولي يعني الراجل اشمعنى هي بس يعني لماذا لازم ولازم يعني بتقولك انا ما وعاش على 94، يعني الراجل ده كبير زي والدها لازم تحترمه. فبصراحه يعني لازم الحكاية دي من جدورها والله، ده لو قرار جمهوري كمان لازم يمشي على الكل. احنا بلد إسلامية استاذة سوسن، الف شكر بتوجه لك بالشكر. احنا ينفع احنا نكمل موضوعنا بلاش موضوع التليفونات. استاذة ندى من القاهرة. استاذة ندى اتفضلي يا فندم. استاذة ندى اتفضلي. استاذة ندى طيب هطلع فاصل وبعد الفاصل هنكمل معاكم. السؤال اللي هنركز عليه بعد الفاصل ايه اللي نعمله علشان نقاوم الفن اللي بيتعامل معه البعض على انه ليس فنا وانه مبتذل. هو نفس السؤال اللي طرحناه منذ قليل، هل بالمحاكم والنيابات، هل بالملاحقات القانونية والقضائية، ولا بالقانون الطبيعي، قانون الفرز الطبيعي، أسيب ده للناس هي تميز بين الجيد والرديء، بين الغث والسمين. بعد الفاصل هنكمل.